وصفتنا اليوم قالب البطاطس. راح نحتاج بطاطس مسلوقة، أضفت عليها إضافات زبدة وبهارات، وكسرت عليها بيضة وملح وفلفل وشوية دقيق. بعد كذا أضفت عليها ثوم معمر، تقدر تضيفه بداله بصل أخضر، ونقلبهم. للحشوة شوحت البصل مع الفلفل الحار، بعد كذا نضيف الثوم، صدور دجاج مقطعة مربعات، وأضفت لها زعتر بري، ملح وفلفل وبابريكا، وأضفت كمان شتني بنكهة الطماطم، وآخر شيء أضفت خضار مشكلة من داري. نقلبهم مرة كويس ونغطيهم على نار هادية لما يستووا. في قالب التشيز كيك راح نوزع خليط البطاطس ونشكلها بالطريقة هذه، ومدوها من الجوانب لما يصير عندنا شكل قالب. نحشيها بالدجاج، وعملت كذا حركة بالشوكة، وأضفت عليها جبنة موزاريلا من داري، ونغطيها بالقصير وندخلها الفرن. بعد ما نطلعها من الفرن خلوها تبرد أول، بعد كذا نقطعها. وهذه كانت مشاركتي مع داري، تحدي أسهل وأسرع وصفة، وإنتوا كمان شاركوا وبالعافية.